السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، حال في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابري والنحل، القناة التعليمية. ما نشاهده ونلاحظه بجودة البناء وجودة النحل وصفائه ونقائه بنظافة الخلية دليل واضح على إتقان النحل لتربية النحل، دليل واضح على مدى أهمية الاهتمام بالنحل من الناحية العلاجية والناحية التقنية. عندما نشاهد النحل بهذا المنظر الجميل والرائع، إنما يدل على اهتمام هذا النحال البارع في إدارة منحله. ما نشاهده أمامنا في هذه الصورة المميزة من البناء المتناسق وقوة الخلية تدل على صحتها، ما يقوم به الشيخ عطية من خلال تواصلنا يدل على أن إدارة المنحل إدارة متقنة. استخدم المواد العطرية والمواد العضوية في مكافحة الفاروة، فكانت هذه هي النتيجة. انظروا لقوة التحضين، شيء مميز ورائع جدا. على الأخ النحال أن يهتم قليلا ولو بجزء بسيط من وقته للاهتمام بهذا النحل الرائع. بناء مميز، بناء متقن، بناء متكامل. في فيديو قادم إن شاء الله سنستعرض مع الشيخ عطية بن دبيس كيف نكافح التلبك المعوي عن طريق الخل، فكونوا معنا.